هددوا الشهود اذا تروحون عندنا قوامع الشهريه وياكم، هددونا بقضايا سرقه، هددونا بقضايا شرف، هددونا بسمعتنا، هددونا بالتشهير، تهمونا بالتشهير. راح نبدا القصه الاولى من بغداد. امراه لديها مشاكل عائليه بدت بقصه ميراث ومشاجرات عائليه. تبنى الموضوع يعني احد اقاربها لتسويه الامور وحل المشاكل، لكن حتى تحصل على جزء من الميراث، هذا قريبهم يعني خبر المرأة بأنه لا يستطيع متابعة المعاملة والتحدث نيابة عنها باعتبارها ما تربط علاقة بها أو صفة رسمية. تم الاتفاق معها على إبرام عقد زواج، وفعلا استطاع أن يحصل منهم على مبلغ حتى يتم بناء بيت بسيط يأويهم. بموجب العقد أصبح كفيلها وبدأت تدفع له مبالغ حتى يعطيها إلى مقاول ويبنى البيت، لكن بعد فترة تبين أنه لم يقم بتسديد المبالغ حسب ما تحدثت أن هذه السيدة، واستغل المرأة بشتى الطرق في موضوع الميراث والحصول عليه، وفي حتى موضوع يعني البيت اللي تم بناءه. لذلك هذه السيدة اتصلت ببرنامج لوكيشن وحبت تطرح قصتها، تحدثت أنها بدون ما يظهر وجهها لحساسية الموضوع. خلونا نشوف زميلنا عمر كريم تواصل مع هذه السيدة وسجل معها اللقاء اللي راح تشوفه، تفضل. والله أستاذ، أنا مشكلتي هي أصلاً كانت بالبداية مشكلة عائلية مثل ما يقولون، أنا ووالدتي وخوات عمي شغلة ورث من بين أقرب أشخاص لنا، خلينا نقول، واشتكينا بوقتها، ويعني مثل ما يقولون مشكلة عائلية، يعني اعتبرها راح الورث عليكم بالضبط، فاعتبرت شلون نقول بالقانون مشاجرة عائلية. فناس خيرين قالوا يعني أنتم لازم تشوفون أحد كبير، أحد من عشيرتكم يتدخل حتى يحل الموضوع. فلجأنا الناس خيرة على أساس يعني تحل هذا الموضوع، عرفونا على أشخاص، وهذا الشخص على أساس يرجع من جهة أمي وقال أنا أتدخل بالموضوع وأني أحل، باعتبار يرجع مثل ما نقول شجرة العائلة الوالدتي يرتبط خلينا نقول بالجد الخامس. فقال أنا أحلها، وقفلنا بالبداية، وإحنا ما ننكر هالشيء، نقول يعني كثر الله خير البداية حاول إنه يساعدنا. فبعدين قال أنا ما أقدر أتدخل أو أحكي باسمك إلا إذا كان فد خلينا نقول سبب رسمي أو فد ارتباط رسمي أو كذا. يعني هو قرر يساعدكم؟ نعم، بس بصفة رسمية. بس بصفة رسمية. حتى يقدر يحل الموضوع. زين، اللي هي شنو الصفة الرسمية؟ الصفة الرسمية قال إن مثلاً لازم نسوي عقد زواج حتى أقدر أطالب باسمك وأطالب بحقك أنت، على الأقل أنت أطلعه. فأنا بداية صراحة رفضت، لأن هذا الشيء يعني ما أنا ما تقبلت نهائي. أنت حضرتش مام الزوجة؟ لا، مام الزوجة، بس أنا شفت نفسي إنه أنا وحدي، وإنه أنا مثل ما أقول مرأة يعني بهذا المجتمع، إنه خلينا نقول مستضعفة، وإنه أنا ما أقدر أحصل حقي، ودخيلة مثل ما يقولون، أنا حتى بيت ما عندي يعني أسكن بيه، بقيت أنا ووالدتي مثل الدخيلة مثل ما يقولون متأبين بحياتنا بعيشتنا بكل شيء، فاضطريت إنه أوافق. فوافقت، فبالبداية هذا الشخص اتدخل وقدر من خلال العقد ويا أخوي إنه يطلع لنا مثل ما يقولون بيت. بيت زراعي يمثل هذا حقي أنا وأمي وخواتي، اللي هن ما يقارب إيش قد حتى نحكي بالفلوس، يعني تقريبا 45 مليون. 45؟ نعم. وبالعقد هو كان كفيلي، إنه هو المسؤول يسدد الفلوس للمقاول، إضافة إلى أنه ذاك الشخص العائلة هم عنده كفيل يوصل الفلوس عن طريقه. فتقريبا مليون إحنا نوصل للمقاول كل شهر، فكنت أطي على شكل، يعني أنت أخذتي العفو، أخذتي الفلوس من قريبش، يعني مثل ما نقول. نعم. هو أخذهم باعتبار أنه هو الوكيل، صار. نعم. تطوهن البيت مقدمة له، هو البيت بفلان مقدمة يعني. علي، وبعدين باقي أقساط 15 شهر. نعم. أي. نعم. فهو كان كفيلي بهذا البيت باعتبار خلينا نقول زوجي أو كصفة رسمية هو بيني وبينه. فكنت أسلم أقساط، أعطيته مقدمة وأعطيته أقساط شهرية. اتفاجأت بعد 5 أو 6 أشهر إنه المقاول خابرني، قال لي بابا لو الفلوس لو البيت. قلت له أنا دازت لك إياها بيد الكفيل هو زوجي. قال ما واصلني غير مبلغ 3 مليون والباقي ما واصلني. أبد ولا فلوس؟ واصل فقط 3 مليون، وقال له هذا راتبي وطيني من عنده مصرف. فما قال هاي فلوس لبنية. اكتشفت أنه كل المبالغ الآن دزيتها من خلال راتبي ومن خلال عملي ما واصل شيء للرجل. فكنت الفلوس المقدمة مال البيت هماتين عنده كلها عدة، يعني ما منطي كل شيء؟ ما منطي، فقط ثلاثة، بس الثلاثة، فقط الثلاثة. خلال هذه الفترة تعرفني بها عليه، أيضا كان يسحب من عندنا فلوس باسم قرض زراعي، باسم انتحال صفة، باسم إنه مريض يعني، وأبطيش وباشر أنطيش حتى عندي بصمة صوته وكلامه ورسائله، أسدد وأسدد، وبالتالي أكتشف إنه هو ما ناطي الفلوس، وإنه نصاب ومحتال وبشهادة الجميع، وحتى الناس اللي عرفونا عليه انسحبوا من عنده، قالوا ما لنا علاقة بعد بيه يعني شيوخ اللي يعرفونا عليه. من أروح أسأل بدائرة عمل طلع هو أصلا مجاز هال4 سنوات، وبالتالي لا راتب لا حوافز ولا عندي أي شيء يقدر يسدد لي ديون اللي هو عليه. فبعدين اضطريت انه اشتكي. من اشتكيت
راح خرب ويا هذا الشخص اللي من العائلة ونسحب البيت من عندي وبعد ما يعطيني فلوس. فهددوا الشهود إذا تروحون عند قوامة عشائرية وياكم. هددونا بقضايا سرقة، هددونا بقضايا شرف، هددونا بسمعتنا، هددونا بالتشهير، اتهمونا بالتشهير، اتهمونا بهواية قضايا، يعني اتهمونا حتى بقضية قتل حتى تتخرب قضيتي ويا الشخص اللي من عائلتي اللي اخذ يعني هم دا يتهموك بقضيه يعني يروحون المحكمه يشتكون عليك؟ لا لو هيك بس حاجه يحرضون ناس، تجيني رسائل انت اتفقتي على قتلنا في بيت فلان شيخ وكذا وكذا. فانا عندي حتى عليهم بصمات وعندي رسائل مثبته كلها وبالدليل. ولجأت للقانون وحاليا عندي دعاوي لا زالت مرفوعه بالقضاء، لكن هو لحد اليوم انا دازي تهديد بالقانون اسجنك بكذا، عشائري طالبوني بكذا وكذا، وحتى دي بصمات استنادا على شنو؟ هو يعني حتى دا يقول اني انطي، دا يقول اني انطي، دا يقول عندي ناس ودا يقول اني انطي، بس ما صوته دا يقول اني انطي، يعني ينطي فلوس ماديا، ينطي فلوس نعم نعم في سبيل انه يؤذيك، في سبيل انه يؤذيني. وحد اليوم هو مهددني راح ادب السجن، راح كذا راح كذا، واني قضايا لعدالت لحد الان بالدوله وعندي دعاوي سابقه وقانونا الان يعني مثبت حقي، بس انا مدى اخذ من وراء التهديد. فاني ساناشد الناس اللي تقدر توقف لي، وزاره الداخليه بشؤون العشائر، الشيوخ الاصلاء، الشرفاء بالعراق كله، انه شوفون هاي قضيتي وهاي اوراقي كامله كلها موجوده وكلها قضائيا كامله والادله كلها موجوده عندي. فاريد يا ريت احد يساعدني من باب المروه، من باب اني امراه، باي طريقه يعني احد يساعدني. فاناشد وزير الداخليه، واناشد شؤون العشائر، واناشد رئيس القضاه استاذ فائق زيدان، يا ريت يكون يساعدني بهاي القضيه. مهدد لحد الان؟ مهدد لحد اليوم، لحد قبل دقائق انا مهدده بالسجن، مهددني قانونا وعشائريا، ومهددين حتى الناس اللي توقفوا وياي. وصار لي 4 سنوات أنا بهاي المعاناة. فأتمنى إن صوتي يوصل للناس الأشراف يكونون ساعدوني. يا ريت تساعدوني. إن شاء الله. يا ريت. شكرا جزيلا. شكرا. الله يسلمك. الله يسلمك.